بمناسبة انك من النوبة، بصراحة بقى جماهير اكتر من اللي بيشجع، الاهلي او الزمالك الاكتر ايه؟ لا انا اقول الزمالك هناك كتير جدا، يعني جماهير الزمالك هناك كتير جدا، اه خصوصا كمان اللي في لعيبة يعتبروا مثلوا منتخب مصر اغلبيتهم نوبيين، يعني كابتن احمد الكاس طبعا، كابتن عبد الستار، كابتن شيكابالا الكبير والصغير، الصغير هو اللي مثل منتخب مصر. فلا في وجود جماهيري هناك كويس جدا قوي يعني للزمالك. وطبعا خلينا برضه نتكلم على اهل النوبه مثلا هناك، يعني مش محتاجين ان احنا نشكر فيهم، أكيد طبعا طبعا. الناس. كان في نادي هناك اسمه غرب سهيل، النادي ده كان جات فتره كان هيصعد، ده من الانديه اللي انا كنت اتمنى ان هي تصعد دوري ممتاز. طبعا اللي يبقى موجود نادي باسم النوبه ويوصل لمرحله دوري ممتاز ده حاجه جميله جدا يعني، وانا بحب اشكرهم لان انا بلاقي منهم دعم كبير جدا، النوبيين عموما في اي مكان يعني، دي حقيقه. فانا بلاقيهم على طول سبورت في كل حاجه بتحصل، خصوصا ببقى ربنا كرمني وماشي كويس جدا، بلاقي ناس ما اعرفهاش بيكلموك بس مجرد ان انت شخص نوبي، وان انت النوبة اه يعني فخلاص تبقى النوبة بقى لازم اه. خلاص فالناس ندعمك في يعني أي الناس حاجة. دي ليهم معزه جدا، معزه كبيره قوي يعني في قلبي يعني. فانا بحب اشكرهم طبعا على كل حاجه هم بيعملوها ليا.